كشف عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي أيضا عن زيارة قريبة للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مشيرا إلى أن العراق يسعى خلال الفترة المقبلة لتفعيل العلاقات مع الدول العربية كافة. الانفتاح على الدول والانفتاح على محيطنا مستمر بشكل واسع. تلقينا اتصال هاتفي من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان هناك دعوة موجهة وكلام واسع مطول في المجالات الاقتصادية والنفطية والعلاقات بين البلدين. كذلك استقبلنا نائب وزير الخارجية الإيراني، وكل ذلك للتحضير والاستعداد لزيارة الرئيس روحاني إلى العراق خلال الفترة القريبة القادمة. بالتأكيد ستكون مسألة المياه، مسألة شط العرب، مسألة الحدود بين البلدين، مسألة العلاقات الاقتصادية، مسألة السكك الحديدية، كل هذه الأمور ستكون موضع تفاوض واتفاق. بدأت وزارة الخارجية بوضع الخطوط الرئيسية لكل هذه المواضيع، ونأمل أن تكون هذه الزيارة من الزيارات الناجحة وإن شاء الله التي تعزز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نسعى إلى تعزيز العلاقات في اتفاقنا مع الأردن. في الاتفاق الآن الوزير التجاري الكويتي أيضا جاء وطالب باتفاقات على هذا المستوى، ما نطمح إليه من اتفاقات مع السعودية، وهناك أيضا علاقات تتوسع يعني بشكل مضطرد مع مصر. أيضا هناك دعوات متبادلة لنا من الرئيس سيسي، وكذلك دعوة للرئيس سيسي لزيارة العراق وعقد هذه الاجتماعات، حتى في إطارنا الإقليمي العربي الإسلامي. حقيقة هذا ليس علاقات دبلوماسية فقط، وإنما هذا جزء من نشاطنا، جزء من عملنا لكي نحرك مجموعة الداخل العراقي وعلى كافة الصعد الأمنية، الاقتصادية، المجتمعية، الثقافية. وأظن تدركون أهمية هذه التحركات.